ولاحظ البذل العظيم الذي كان يبذله الأنبياء في تقويم أولادهم. نوح عليه السلام نموذج لذلك، حيث كان عليه الصلاة والسلام يأمر ولده في اللحظة الأخيرة، في آخر لحظات إمكان الاستدراك، يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. سبق ما قدره الله تعالى، فلم ينفع النصح، لكن انظر إلى هذا الحرص الشديد على الولد في أن يستنقذه رغم ظهور الآيات وظهور العبر وانقطاع الحجج، إلا أنه مع هذا لم يمتنع من وصية ولدي. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك أدعو نفسي وإخواني إلى أن نفعل هذا في سلوكنا.